قاعد تسوي يا بلبل؟ قاعد بدل بلاكات، لان البلاكات القدم راحوا صح؟ اي، لان يبي له تعديل ايدل ويبي له، فلازم تبدلهم قبل لا تعير. حاشنا مسفاير لليوم المسفاير. اي والله. اي بالضبط، علشان كذي الحين لازم نبدل البلاكات علشان نعرف نعير. خلينا نتكلم عن العيار بشكل عام، بشكل اخص زين، مع راعي الداينو بكبره. على بشهري حبيبي وعلى الله يسلمك، جبنا لك المحروس عقب ما خلص. قبل ما نبلش نسالك ايش رايك باللون؟ مضبوط مضبوط كذي مضبوط، عشان براك النجار يستانس لانه هو منقي اللون. ولا انا كنت ابي زيتي، من الناس اللي قالوا زيتي حلو ليش ما رحت زيتي؟ عشان براك تسمع. زين الحمد لله احنا صبغنا، انا وايد الحمد لله مستانس من اللون، نتيجه نار الحمد لله. ما شفنا كوربت سي 5 بهالدرجه هذه من قبل، وهذا اللي اهم يعني. لا هم مميز الله. الحمد لله يا رب. زين اني رد حق الداينو، الناس ما تدري يعني شنو داينو، في بعض الناس ما تدري، فخلنا نشرح شنو يعني داينو. تفضل. الداينو عباره عن جهاز يقيس لك الهورس باور والتورك. حلو. اللي هو الاحصنه والعزم، اللي هو من الرولر هذا، من الرولر نفسه يطلع لنا بالكمبيوتر، يعطينا احصنه ويعطينا عزم السياره. عزم السياره بس حق سيارات سبورت؟ لا طبعا اي سياره ممكن تدش، بنزين ديزل سبورت صالون جيب بونيت، اي سياره فيها مشكله على قولتهم. اي سياره هو طبعا هذا يختلف فحص. عن الكمبيوتر فحص الكمبيوتر هذا نعم. فحص سياره فعلي يعني سياره راح تفتر توايرها راح تتحرك وهي مكانها طبعا، وتعطيك قراءات صحيحه وطاطط مع بعض طاطط. خلونا نتكلم عن الداينو نفسه، الداينو اللي انت تستخدمه شنو ماركته؟ الداينو اللي عندنا داينو جيت، وهو اكثر داينو معترف فيه عالميا، واكثر داينو موجود بالكويت، واكثر داينو موجود بالكويت طبعا. زين شنو الفرق بينكم وبين الداينوات الباجي؟ احنا نتميز بان الداينو اللي عندنا الفيرجن الجديد، اوكي، زائد احنا معروفين بابرد داينو بالكويت، وصج براد ترى صج براد. انا سيارات اغلب سيارات الدراج او سيارات اللي تي عليها تعديلات سياره حاره، فعلشان تقرا صح لازم تتبرد. ما شاء الله صج مكان لازم تتبرد بارد من مكان بارد. اي نعم. زين فعندنا طبعا الاكسسوارز مثل الداينوير الارتي، حلو، هذا يحسب لك الاير فيول منسوب الهواء والبنزين حق المبرمج على اساس لا يبغى يبرمج يعرف السياره ريتش السياره لين السياره يحتاج لها تعديل بهال ار بي ام وهال ار بي ام. اوكي يعني زين. الحين احنا التونر عندنا اليوم عبد الله الدوسري. عبد الله الدوسري وعبد الله ما شاء الله عليه من احسن التونريه بالكويت، سمعتها سابقته. نعم. ونتمنى نطلع بالهورس باور اللي احنا نبيه بالسياره. حلو. وكل شيء الفاسيلتي جاهز، كل شيء موجود. زين تبي ننتقل حق عبد الله؟ ننتقل حق عبد الله. في شيء تبي تقوله بعد متاكد ولا؟ سلامتكم. أكيد. حياكم الله. حياكم الله يا جماعه، اي احد يطلب الداينو يقول اسمي بس. حياكم الله. حياكم الله. عروض فبراير اذبحكم ورا. عندنا احسن تونريه بالكويت عبد الله الدوسري، فلي تفضل مشكورا. الله يجزاك خير. كنا بنعطيك جائزه. اي سوري حبيبي. شو الاخبار؟ يعطيك العافيه. والله نبي نسال شوي زياده عن 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 العيار والتونينج. انت داخل السياره القراءات اللي تجي لك هذه شلون تعدل عليها؟ شنو الطريقه؟ هي عموما مبدئيا السياره تاخذ قراءات من المصنع دايركت على ووضعها الاساسي اللي طلعت فيه من المصنع. يعني نفس الانجكتر ايش كثر راح يقرا، ايش كثر يدخل الجرام هواء على الماكينه مقابل يصرف بنزين. مثلا صرف بنزين هي معادله بين الهواء وبين الانجكتر. صح. دش والله هالكثر جرام هواء، هالكثر تعطيه بنزين. فهذه المعادله طول ما انك انت لغمت سياره غيرت سيستم شوتر ركبت اكبر دخل هواء اكثر، الهيدر لازم ترفع بنزين الكام، فمو ترفع بنزين تعدل المعادله هذه بالضبط، توزنها لين على اساس انه يصير عندك مسفاير. أيوة. ما تشتغل لين. ايوه أي. في ناس وايد عندها فكره خطا. شنو الفكره الخطا؟ انه يقول لك لا ترفع السياره وايد او لا تنزل السياره او انه حط. هي الموضوع مو ان انت ترفع وتنزل، انت اذا حليت المعادله صحيحه راح تاخذ احسن باور. والحين وصلنا بوليت بروتكشن، هذه المرحلة أهم مراحل الحياة حق السيارة.
خصوصا ان احنا في سياره سبورت وسريعه ونازله للارض وايد. ومثل ما انتم عارفين الشوارع حايشه مقراح، فالحل الوحيد انك تحمي سيارتك حمايه كامله او حمايه ربع او نص على حسب اختيارك، لكن احنا رحنا حمايه كامله لان السياره سبورت ونازله والصخر ممكن يحوشها من اي مكان. ولا ننسى اكيد التظليل الحراري لان شمسنا بالصيف ما ترحم. بولت بروتكشن عطانا باكج كامل لحمايه السياره وتظليلها ايضا، والحلو بشغلهم كله مخفي، يعني ما يبين انك مركب حمايه. اليوم احنا قاعد نجرب سيارة من اون السيارات اللي نزلوا من 2021، وما زالت هذه السيارة الافضل في فئتها كفن كار، فورد برونكو. ليديز اند جنتلمان، بنروح في مكان نراويكم ايش كثر السيارة تونس. خلونا بالبداية نتكلم عن داخلية السيارة. السيارة هذه فن كار، سيارات الفن كار اللي هم السيارات اللي تركب عليهم اكسسوارات وايد، وهالسيارة يعني كمية الاكسسوارات اللي ممكن تركبها على السيارة يونك بكتالوج فوق كتالوج فوق كتالوج فوق كتالوج، لأنه وايد في شركات تصنع اكسسوارات حق هذه السيارة وأيضا متوفرة بالوكالة. يعني أنت تبي تجهز سيارتك من الوكالة تقدر تروح وكالة فورد الغانم تقول لهم السلام عليكم أبي فورد برونكو، حطوا لي عليه هذا وهذا 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 ويطلع مثل ما أنت تبي. السيارة اللي معانا اليوم فورد برونكو بادلاند الأعلى بفئته، راح تشوفون أنه مختلف بعد شوي لما نوقف ونراويكم يوم من برا ونراويكم شنو يقدر هو يسوي زيادة عن البرونكو العادي. الماكينة 6 سلندر 2.7 توين تيربو، طبعا شايلة الدنيا كلها لأن أنت في سيارة مصندقة، وأغلب السيارة المصندقة أنت عندك عامل مو وياك اللي هو عامل الهواء، فانت ما تقص هواء مثل ما السيارات الباجي قاعد يقصون هواء، بس الستة سلندر هذه توين تيربو قاعد تطلع لك 330 حصان وتورك 542، فشايل نفسه حيل. هذا اللي يونس بالموضوع وهذا اللي يعطي متعه اكثر بالبر، لان انت تحتاج تورك عالي بالبر علشان تعرف تستانس عدل. والناس اللي تروح مكشات شمال بالرمله الناعمه صوب الياح الجبل الاسود راح يأدي وياكم زين. اليوم احنا بنودي مكان حليو، انا دائما يعني متعود اني اروح له اجرب فيه سيارات عشان نشوف هل هذه السياره تقدر ولا لا، وانا متاكد ان البرونكو اليوم راح يقدر وراح يونسنا. في بس يقدر وفي يونسنا، هذا الموتر راح يونسنا انا متاكد. هذا غير انك تقدر تفتش كل شيء فيه بعدين تمشى. صدق فنكار. الجير بالموتر يا طويل العمر يتكون من 10 سرعات، العشر سرعات هذه انت راح تعطيك نسم بالخط، وفوق هذا ما تحس ان السيارة قاعدة تحن نهائيا. احنا الحين قاعد نمشي 120-130 سرعة، السيارة نهائيا ما قاعدة تحن. في وايد ناس راح تسأل سؤال جدا مهم عن البرونكو، السقف ينسم ولا ما ينسم؟ خلونا نتكلم بواقعية. سيارات الفن او الفن كارز بشكل اجمع فيهم تنسيم، انت شاري برونكو انت شاري التنسيم معاه، لكن مو بالقدر اللي يزعج. للامانه انا ريال متعود على سيائر البوكس، قبلها كان عندي اثنين سيائر بوكسات كانوا ينسمون، بس انت اذا جوك سيائر فنكار التنسيم ما راح يزعجك نهائيا. واجين مو اللي ببالك، مو اللي يعني مو اللي
ازعاج وايد، لا طول على المسجل خلاص يروح التنسيق. السلام عليكم. كل الناس اللي عندهم سيارات مصندقه وتنسم هذا الحل الوحيد. لا تقولي ربلات شارع الزينه وما ادري ايش، طول على المسجل تنحل مشكلتك. اذا بنتكلم عن اكسبيرينس القياده بالسياره، السياره فيها لين اسيست تساعدك على انك ما تتدحرج الى الحارات وتسهل. فوق هذا السياره تشيل 64 لتر بنزين وتمشيك وايد، يعني احنا عندنا سياره فل اليوم راح تمشينا ان شاء الله حروه 500 كيلومتر وزود. هذا واحد. اثنين، تحكم السكان وايد بسيط وايد جميل. في عندك الكروز كنترول موجود، تقدر تزيد سرعته وتنقص سرعته بدقمه بدون ما تدوس بنزين، وتقدر تتحكم بالشاشه ايضا من السكان نفسه. بتسالف عن الراحه بالسياره يا جماعه، الموتر وايد سعي مريح، يعني وانت قاعد ما تحس انك مفقوس مدني الصوب ولا الصوب، لا انت سنتر قاعد امورك طيبه مرتاح. في اكسس على الدقم او الدبل قدامك هني. السقف كله معزول من الوكاله، ما له داعي تاخذه تروح تعزل برا، لا جايك معزول جاهز. والله اليوم شوي حر، الشمس حاره بس السقف مو حار، يعني العزل تمام. التكييف وايد بارد اليوم، طاقينا واحد احنا والامور طيبه. وكالعاده نطلع نلبس جاكيت نتوهق ويصير حر. ينحق السياره من برا. هذه السياره في وايد ناس كانت تنطرها، لان وايد ناس كانوا يشوفون السياره الكونسبت، والناس اللي كانت قاعده تحاول تسوي ريديزاين حق البرونكو من زمان، من اول ما انقطع، وكانوا ناطرين انه يرجع السوق مره ثانيه. لكن الحمد لله انه رجع بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون الواجهه الاماميه كلها معطيتك محاكاه حق البرونكو القديم، فمعطيك طابع الكلاسيك اللي موجود لكن مطور. الطابات الاماميه LED، شبك محافظ على هويه البرونكو. لاحظوا انه ما في علامات فورد على السياره الا ورا، لكن وين ما تشوف اكو برونكو. الحلو بالسياره انها تطلع جاهزه، فالدعامير قدام حديد، فيها هكات اثنين علشان تقلص، مكان علشان تركب ونش اذا تبي، ومكان تركب كشافات اذا تبي. كذي اقول لكم تقدر تحط كتالوجات ورا فوق بعض وما تخلص اكسسوارات على السياره. هكات ورابط قدام على السياره، فوق هذا في اماكن فوق السياره علشان تركب عليها الكشاف، يعني ما له داعي تشتري بار علشان تركب عليه الراك مال الكشاف اللي انت تبيه، هذا جاهز شد بلاده. اهم نقطه موجوده في البرونكو، كلنا ندري ان البرونكو نقدر نشيل بيبانه، نشيل السقف ماله، الفتحه اللي قدام التي توب، ونشيل الصندوق الخلفي، بس ما تتاثر المنظره. ليش؟ لان المنظره صايره على المتجر من قدام مو على الباب، فاذا تبطل الباب اصلا المنظره مو عليه. فلما تشيل الباب امورك طيبه، ما له داعي تشتري قاعده علشان تركب عليها منظره، او تشتري منظره ثانيه علشان تركبها مكان الباب. هذا موجود اموره طيبه، عليه رنجات 17 بدلوك وتواير جودير 35 يا جماعه، بدون دبل قاعد نبدع. بعد شوي راح نجرب الدبل ونشوف شنو راح يسوي، لكن الى الان ما جربنا الدبل ولا شبكناه، لان ال 542 تورك شايلين الموتر شيل. على جنب السياره راح تلاحظون انه في روك جارد اللي هو السايد سكيرت، هم حديد، ونفس الشيء ورا الدعاميه الخلفيه بلاستيك زائد حديد، وفيها سايد بامب علشان اذا تبي تصعد تقدر تركب دري هني. في وايد اشياء تقدر تسويها بهذه السياره، وخصوصا ان احنا بمكان يساعد ان احنا نجرب السياره على اكمل وجه. فنشرح من داخل بعدين نلعب نستانس ولا نشوف من ورا. فورد تجربه مميزه جدا، من السيارات اللي لازم نعتمدها في اختياراتنا. واسمعوا مني، لا تفوتكم عروض شهر فبراير في الكويت، في هديه نقديه مقدمه من شركه فورد 1500 دينار كويتي كاش، وتظليل حراري مجانا مع صيانه 3 سنوات، وخدمه مساعده على الطريق، وتسجيل وتأمين ضد الغير، و1000 لتر بنزين مجانا، يعني فوق ال 15 صبة. كل هذا وكفالة 5 سنوات أو لغاية 100 ألف كيلو. اشتبي بعد.
سيارة من الخلف مثل ما انتم شايفين، جدا بسيط التصميم، دعاميات حديد، هكات ورا، مداخل مخارج مالوت كهرباء اذا تبي تقلص، قاعدة القلص جاهزة وموجودة، في ليت بريك صغير حدر التاير، الكاميرا الخلفية راح تلاحظون انها طالعة طالعة لبرا علشان الفيش اي العدسة اللي موجودة بالكاميرا ما تراويك التاير من تحت، تراويك بس الشارع. فوق هذا السيارة فيها كاميرات 360، السعة الخلفية للمركبة جدا ممتازة، الحلو الموضوع ان الباب يتبطل لاخر شيء واكسسوري ريدي، يعني كاتبين عليك اكسسوري ريدي، هاي بس تفك هذه تركب الاكسسوارات اللي تبيها هني او هني، هذا يتبطل بهذه الطريقة مثل ما تشوفون، السعة كبيرة ويا جناط وايد منها هذه الجنطة، الجنطة هذه يا طويل العمر اذا تبي تفك البيبان كل شيء ويا جنطته، يعني ما تحاتي بابك يتزلغ بابك ينشمخ، تقدر تشيل الباب تلبسه الجنطة وتركبه داخل، في سعة تخزين جانبية هني، بورت 12 فولت، ليتات خلفية بالبادي، في هكات داخل الدبة، والموضوع جدا بسيط، تسكر هذا كذي تجيب هذا هالشكل وتوكل على الله. ها السبير هم 35 حط خردل مع جزمه. اي بعد شوي من دلعك خوي. من الأشياء الحلوة بالبرونكو أنه حتى بالليل يخليك تصور، مثل ما لاحظت بالحلقات اللي طافت إحنا ما نصور برا السيارة بالليل ولا نشرح عنها لأن شارحة نفسها، إلا هذا هذا فيه ليتات 360، يعني إذا ضلعت كشتة وما عندك ليتات عندك ليت يمين وليت يسار، تصفط على كشتتك تذري على حالك وتطق ليت أمورك طيبة. فوق هذا الاصطابات الخلفية معطيتك الإضاءة الكلاسيك، ففي ليتات مدورين، وفوق هذا إذا تمشي على السكن وتركب كشاف هم شكل البرونكو مو طبيعي. هالسيارة هذه صنعوها علشان أنت تستانس فيها كمستخدم، مو بس حق مشاوير، لا لا لا، هذا الموتر حق لعب. بعد تجربة السيارة اليوم وبعد تجهيز دام 4 ساعات، يعني نبي نشرح عن الداخلية. داخلية السيارة وايد سيمبل، وايد بسيطة، شاشة 12 انش قدامك فيها كل التحكم اللي تحتاجه بالسيارة. الحلو فيها ان الاندرويد اوتو والابل كار بلاي وايرلس، يعني ما تحتاج تركب واير علشان تسمع الاغاني، ابلكيشنات موجودين تقدر تطق الدقمة بكل بساطة، تشبك على تليفونك وبعدين خلاص تتحكم بالشاشة هذه كتليفون، راح يشتغل عليها كل اللي انت تحتاجه بالسياره. فوق هذا عندك شاشه صغيره بالداشبورد، عداد انالوج علشان يعطيك الاحساس مال الكلاسيك بالسرعه، والسرعه القصوى بالسياره 180، وهذا الشيء اللي انا كنت ابي اشرح لكم اياه، السرعه بالسياره بس 180، حالها حال اي سياره بوكسي، لكن انا متاكد انها راح تقط فوق ال 180 لان السياره وايد شايله عن عمرها من ناحيه التورك. اللي حبيته بالسياره انه من كثر ما التورك عالي انت بالبر ما تحس ان انت تحتاج سرعه اكثر، حتى ما تحتاج انك انت تضيف على الماكينه علشان تحسن من ادائها، الاداء مال الماكينه بيرفكت حق بر، حق كرولينج، حق طعوس، وحق صعدات ونزلات. اني
حق سيستم الاوف رودنج مال هالسياره هذه. السياره فيها مودات وايد تقدر تغير بين المودات بالشاشه اللي موجوده هني، تشوف شنو تحتاج من مود، هل هو تبي مود الساند النورمال او المود مال الايكو اللي هو يخليك توفر. عندكم مود السليبري اذا صار في ثلج او شيء بالبر او عفوا بالشارع، اذا صار في ثلج او جليد او صقيع هم هذا موجود وراح يشبك لك الدبل على طول على الاوتو. اذا رحنا مره ثانيه حق المود اللي بعده اللي هو مد او رتس، هم راح يشبك الفور ويل. الحلو بالفور ويل اذا شبكته الشاشه الاماميه تشتغل علشان تشوف انت بالكاميرا شنو قدامك، عشان ما تحك بصخره، ما تحك بصعده بنزله، امورك طيبه. المود اللي بعده يا طويل العمر راح يكون مود الساند، وهذا المود اللي احنا استخدمناه اليوم، هم راح يشبك لك الدبل على الفور هاي وعيش بالغرازات، وموتر صعب يغرز للامانه. بعدها راح نروح على نظام الباهة. نظام الباهة راح يسوي اجست حق السيارة، يحولها فور ويل، يعدل على الضغط، وعيش كل الدقم اللي تحتاجهم من الاوف رودنج هني. اذا تبي تفصل التراكشن في فصلتين التراكشن، الفصلة الاولى اللي هي فصلة عادية تمسكها 7 ثواني راح يفصل التراكشن بشكل تام. عندك نظام التعليق موجود، ونظام اللوك والانلوك مال الديفرنشال الامامي هم موجود هني، ووايد بسيط، بس الطقه على طول السوي بار راح ينفك وعيش عاد، اصعد انزل سوي اللي تبي، كبسه زر يرد يتسكر، ترد المود على النورمال، والسياره ترجع تو هاي وخلصين. الحلو بالسياره ان اذا انت تبي تركب اكسسوارات زياده على هذه المركبه ما له داعي تشتري سويتشات يدد تركبهم هني او هني. السياره جايه وكاله فيها كل هالسويتشات، فيها 6 سويتشات تقدر تركب اي سويتش على الفيوز بوكس جاهز بدون ما تجلخ وايرات، بدون ما تدش بسالفه الكهرباء ويركبوا لك فيوز وريلي وشغل اي كلام ويضرب عندك شيء اكبر. سويتش شكله مرتب وجاهز محطوط هني، اضاءات داخليه بسيطه توصل لها باسرع شيء. الحلو بالموضوع ان فيها نظام النايت لايت في موجود تحت بالسياره، وايضا فوق راح يضرب لك اضاءه هني. السياره وايد مرتبه وايد حلوه، خصوصا الباد لاندز راح يجيك في اكسنت برتقالي خفيف بالسياره، الستيتشنج مال الكشنات، القضبه اللي هني، القضبات اللي على جنب راح يكون مكتوب عليها برونكو، فيها خط برتقالي خفيف عشان يعطي جماليه حق السياره. اوفر اول هذا الموتر يونس جد جد يونس، وان شاء الله ان شاء الله اني اقدر اشتري البول وان شاء الله ان شاء الله اني اقدر اقتني الفئه العليا في اللي هي فئه البرونكو رابتر، لان البرونكو رابتر شيء خيالي وهذا شيء خيالي. فاذا انت بخاطرك تشتري برونكو انا انصح جدا بالباد لاندز، لان سياره جاهزه طقه من الوكاله، روح البر استخدمها كسياره باهة، استخدمها بطعوس، موتر ما يغرز، تواير كبار، رنقات بدلك، وانت مرتاح جدا. والشاشه ما شاء الله شوف ايش كبرها.